على إكسبريس إف إم. مساء عليكم من جديد في زون ميكست، مواصلين في استقبال ضيوفنا. نحكيو على حادثة غريبة، لاعب في الرابطة الأولى يصحح عقد ويفسخ بعد فقط ساعتين من إمضاء للعقد. أكثر تفاصيل باش ناخذوها من عند اللاعب نفسه اللي هو الجارديان السابق لنادي حمل أنف حمزة الباهي، موجود معنا بالتليفون. حمزة أهلا بك. مرحبا بك سلام، ومرحبا بكل مستمعي إكسبريس إف إم. خويا شنو أحوالك خويا، شنو الأمور؟ والله الحمد لله خويا، كيف خلاونا خويا لاباس. شنو هي الحكاية؟ خويا والله نهار الأربعاء اللي فاتت الليلة اللي قبلها كنت متواجد في المنزل مع العائلة خويا، جاني اتصال من المسؤولين نتاع نجم البتلاوي باش نكون معاهم في الفريق. وتفهمنا نهار الخميس نبدا متواجد أنا في المتلاوي. وأنا أخويا كنت يعني متفائل بها التجربة هذيا، وكنت متحمس على الآخر. ويسك ساعة أخويا الغربي الكوتش الموجود وقت كنت عملت معه قبل في أولمبيك مدين، وكان تجمعني به علاقة طيبة وخليت عنده انتباه به. وهو اللي جابك نورمالمون ساعة أخويا، يعني كيما نقولوا به عزمي ساعة أخويا الغربي. حاولت أخويا نهار الخميس للمتلاوي، خلطت غاديك سبعة متاع الليل بويسك اللي يكوفر فيها واحد، كنت عديت الليلة في قفصة. من غدوة الصباح تحولت إلى مدينة المتلاوي، وين أجريت أول لقاء أول لقاء مع المجموعة ومع الإطار الفني ومع المسؤولين غاديك. الحقيقة متاع ربي إسلام، معناها لقيت ترحاب كبير ياسر، كسوة من المسؤولين من الإطار الفني وخاصة من اللاعبين. معناها كانت الأجواء الكل طيبة، الأجواء الكل ممتازة، معناها تبشرت بخير معناها وفرحت بالحق، فرحت بالكدا بهالتجربة هذي. بعد ما في لونتر مو سلام على الاربع هكاك، يعني جاني واحد من المسؤولين تاع نجم المتلاوي قال لي حمزه تو باش نمشي للوكال، معناها يصلحوا الكونترات. خلطنا كيما نقولوا اللوكال تاع متلاوي سلام على الاربع وربع هكاك تاع بعد الظهر. وقت اللي هما يعني كانت وقتها البلديه تسكر الاربع ونص واسلام، تصور اسلام صحح الكونترات نتاعي فارغ باش نجموا نخطوا على البلديه. قلت سلام معناها العباد كانت يعني هما مزروبين مشان تصلح الكونترات، وانا كيف كنت متحمس معناها قبلت معناها باش تصلح الكونترات نتاعي فارغ. وبعديك مش مشكل، قلت نقص على البلدية وبعديك نعمروه تعقلنا. وهذاك اللي صار سلام، صحت الكونترات وفارغ خويا. وبعديك تحولنا للمقر نتاع نجم المتلاوي، صحت الكونترات وخويا على روحي، ومعناها كانت الامور كل طيبه والامور كل ممتاز. ما راني وانا مروح سلام كيما نقولوا للنص اللي كنت مبات فيه في المتلاوي، يجيني اتصال عند مسؤول في الفريق يقول لي حرفيا اسلام هكا اخوي، بعد ما كانت الامور ممتازه وطيبه ومعناها المؤشرات كل ايجابيه، حرفيا اسلام قال لك رئيس الجمعيه هز دبشك وبرا. شو تفسر اخوي؟ فسرها كان فما طرف معناها ما ينتميش توا الى نجم المتلاوي، واللي هو اخويا كيما نقول حكايه رئيس الجمعيه اللي خليته قطع لي الكونترات نتاعي اخويا، وتصير لي خيبه امل كبيره ونروح اخويا على روحي. شنو هي الحكايه؟ شنو صار؟ شنو حكى له؟ والله يسلم مش نقول لك شنو حكى له، وانا ما نعرفش شنو حكى له. انا متاكد اللي تعرف معناها كانت عندي علاقه به في نادي رياض الحمام الانف، اللي هو زاد ما ينتميش لنادي رياض الحمام الانف، اللي هو وراء عمليه معناها تبديل العقد نتاعي. ماذا بيا نسمي اشياء مسمياتها، كي تقول لي تعرف واطراف هكا ما نفهموش. لازم شكون تاع السيد هذا؟ ما نجمش اسلام، ما نجمش بالخاطر ما عنديش دليل معناها ملموس في ذي، ما نجمش شكون نقول لك. مدرب سابق هو، مودي تعرف معناها الكواليس معناها كيفاش تدير في الكورة. مدرب هكا هو؟ نعم بابا. قلت لك مدرب هكا هو في ستاف تكنيك؟ اي كان مدرب خاطر انا اسلام ما نعرفش، تعاملت مع شي اكثر من 10 مدربين، تعاملت مع وعين الشعباني، مع صاحبي بن مازي، تعاملت حتى مع المدير الفني السابق تاع سنتين في حمناف اللي هو سلاماني. تعاملت مع ما نعرفش حتى مع سي لطفي سليمي، مع سي عفوان الغربي دينيرمون اللي تشوف كيفاش علاقتي بيه اخويا. معناها علاقتي الناس الكل مع المدربين السابقين الكل نتاعي خويا كان طيب، الا مع مدرب واحد خويا اللي خويا كيما نقول لك غلبني صاحبي في الاخر. علاقتك به كانت ماهيش باهي حتى في حمام الانف؟ علاقتي به ماهيش ولا بد في نادي رياض الحمام الانف، معناها تسبب لي خويا بعديك توا اسلام في الكوره. ماك تعرف خويا كل مره مدرب، كل مره تعمل مع مجموعه، انت كي تمشي تدخل في فريق في الكوره ماكش تعمل مع شخص واحد. تعمل مع 30 سبحان الله، موسم علاقتك به، موسم لا موسم ممتاز، موسم اقل شويه. دنيا ما في حمل الفريق دينا ويا برشا مشاكل خويا اللي هو وتشوف كاني عائق معناها في المسيره نتاعي. اي علاش شنو صار في حمل في بيناتكم؟ والله يا سليم ماك تعرف انت جارديان بيوت معناها كي ما يكورش برشا، معناها كي ما يكورش خويا ماك تعرف تتوالى عليه يولي مزاق خويا، وتصير فازت خويا معناها خايبه، تولي ما تتحملش وضعيتك برشا ظلم برشا قاهر.
السلام راه كان سبب لي في حامل الف خويا، انا راه وصلوا راه في حامل الف صبوا شهري نتاع الناس الكل الا حمد الباهي ما صبوا شهريته. فهمت خويا، طلب مني حتى مغادره نادي الرياضي حمام الانف. باش نحكي معناها. فهمت سلام، تصور جوار سلام داخل في السيار 30 جوار خالصين الا واحد برك اللي هو حمزه الباه. علاش؟ من وقت اخويا بدات وحني قلت لك سلام، انا مشكلتي ديما الوحيده في الكوره كي ما كورش وننغر على بلاصتي. سيرتو كي نبدا مظلوم، انت تعرف معناها الكواج سيرتو الجارديان بيوت. باهي خلينا نقعدوا في المتلوي، قال لك هز شاك وبعدين مشي روح، هاي الساعه بعد. ماشي سلام، هز شاك باش نمشي روح، ما تروح خويا. غير مرحب بك يا وليد، بعد ما كنت انا معناها العباد هكا لقيت ترحاب كبير ياسر كما قلت لك سلام و والعباد فرحانين بيا بالحق معناها عملوا معايا كان الواجب خويا. معناها الكونترا بعد ما صححته بساعه ساعتين هكا تقطع. بعد ما صححنا العقد خويا في البلد يعني قلت لك جاني اتصال خويا معناها مع المسؤول في المتلاوي قال لي حمزه راه طلب منك الرئيس باش تمشي تروح. ما كلمتوش ما قلتوش شنو السبب؟ لا والله العظيم يا اسلام باش نقول لك حاجه خويا، والله العظيم حاولت اتصل بسي محمد الدنياري رئيس تاع نجم المتلاوي، حاولت اتصلت بيه اكثر من 10 مرات معناها. باش نشكره على الاستقبال اللي لقيته في نجم المتلاوي. وانا نعرف خاطر ما حصل حتى واحد لا عنده علاقه لا من بعيد لا مصير في نجم المتلاوي في تصديق عقدي. ما هاش عليك تليفون. والله العظيم حاولت اتصل بيه باش نشكره معنا قسما بالله يا سلام. ما هاش عليك تليفون. الكره توفى خويا ما تقعد كان العلاقات. هاك شوف سلام انت يجيوك برشا ضيوف معناها لازم تسال حمزه الباهي خويا وش هي معناها شنو هي طبيعته وشنو هي اخلاقه. باهي وين الوجهه تو حمزه؟ والله يا سلام ما نكذبش عليك خويا مازال نار على الميركاتو اللي فيه الخير ربي يسهل فيه خويا، صعب علي السيد هذا والله العظيم يا سلام. عندك علاش تحلفني خويا قسما بالله مش المره الاولانيه اللي في نجم المتلاوي. والله يا اسلام في نفس الاسبوع هذاك قبل ما نمشي نجم المتلاوي بنهارين صارت لي فرد كا مع رئيس جمعيه بتاع جمعيه واحده اخرى، والله زاد طلب مني بكل لطف باش ما تسميهوش فهمنا على كل شيء واتصل بالمناجير نتاعي يا اسلام قالوا نحضر لك الفلوس وديني انت وحمزه. ما راهنا لبعض خويا بنهار مخوذ يقول خويا سامحونا شنو هو نفس السيد هذا نفس السيد هذا معناتها نفس السيد خويا انا متاكد ما نجمش نسمي خاطر اسلامك تعرف الكره ما عندكش حد الا ملموس فقط. تي ما قلت علي شيء انت قلت عطلني حتى بالسميم ما فماش مشكل معناها نتصور ما سميتوش ما قلتش خويا والله يا اسلام قسما بالله اللي حكيت لك هذا اللي صار خويا. اسو بوان نافذ السيد هذا اسو بوان خويا. باهي شفت كتب ستاتيو يعني نتاع على محتفل الاعتزال ولا قلت مش لازم الكوره ولا حاجه. انا كي نقعد خويا بالله نمشي جمعيه نرقى وبستاك نمشي جمعيه واحد اخر نرقى وبستاك راهو يا اسلام لو كان جات امور فنيه من مدرب الفريق اللي نتحول له انا نقول ايه السيد ما يعاونيش ولا السيد ما يلزمنيش نتفاهم نقبل اسلام انا. اما كي تلعب لي انا في الكواليس اسلام شنو باش نعمل خويا؟ واضح يعطيك الصحه. نبطل الكوره وكا خويا فهمت؟ شنو نعمل خويا؟ وسع بالك اكيد تو تلقى حل حمزه ان شاء الله. نشوفوك في جمعيه اخرى ان شاء الله متالق لما لا ان شاء الله حمزه الباهي الجارديان. كنت حكيت لنا ظهر لي ركور عملتوا اسرع كونترات صح وتفسخ في التاريخ في تونس. هذه عمرها ما صارت في تاريخ الكره هذه كونترات وفي ساعه قط صح من قطع لك من ربي يهدي خويا هو اللي كان والله يا سلام انا باش نقول لك الحقيقه نتاع ربي راني بالنسبه للعقد نتاعي نتاع نجم المتلاوي بالحق معناها كنت متحمس ياسر سلام وراني في الفترة اللي تحولت فيها النجم المتلاوي بالخميس هو يلعب نهار الاحد كنت ترجي الرياضي التونسي وقت الحارس الاولاني مروان برايك مضروب نحب نقول لك اسلام راني تلمو متحمس للتجربة هذه جديدة معناها خاطر لقيت طرحة ولقيت عباد هكا لا هي بيا العباد تحبني نعاون في النجم المتلاوي صحات على عقد وما خذيت حتى ملي يمكن انا كان خذيت فلوس وقت ما تقطعش العقد ما تشوفش انت ما تشوفش انت ساعات معناها لك لونجاجمون زايد فك تحب الكوره واعي ساعات مش بيضر اللاعب راه معناها ننصح اللاعبين الاخرين معناها باش يتريثوا ساعات ما تشوفش طيحت انت شويه حتى ما روحك زاد حمزه والله يا اسلام كما قلت لك تجمعني علاقه كبيره برشا تاع عفوان الغربي ما نجمش معناها كي يستحقني هو في الماتش الترجي هذاك نمشي له حتى بلاش فلوس ما عندي حتى مزايد خاطر خير وسابق وكان معايا راجل برشا تاع عفوان وقف معايا برشا ما نجمش نقول لها معناها حكيت معاه بعد معناها. حكيت معاه نعم. بعد ما تقطع الكونترا نعم حكيت معاه بعد ما تقطع الكونترا ولا عفوا الغرب انا كي كلمت عفوا بعد ما تقطع الكونترا لقيتهم في بالوش معناها كان متفاجئ السيد واضح انا قلت لك اسلام انا كريت كان جات امور فنيه اسلام اي لاعب معناها تبدا امور فنيه سبحان الله اقتنع اما كي تلعب لك اسلام في الكواليس خويا اش باش تعمل؟ واحد لا حول ولا قوه اش باش نعمل خويا يعطيك الصحه شكرا لك حمزه بالتوفيق ان شاء الله
فبقيت مسيرتك الرياضيه نشوفوك بفرق اخرى. خويا الغالي سلام، ميرسي بوكو خويا، وهذا موافق لك انت صح. مرحبا، شكرا حمزه الباهي. هكا نوصل لنهايه زون ميكس اليوم، شكرا اماني بن نصر في الاخراج، وقبل احمد بالخوج، النصر الساكر ايضا في الاخراج الرقمي، وايضا شكرا محمد بالسعيد اجمل.